هالة وأمال الاتنين تقريبا يعني سألوا نفس السؤال. هالة عندها طفل 4 سنين عي 3 مرات ورا بعض، واتقال لهم انه عنده مشكلة في الجيوب الأنفية وده مأثر على اللوز، فعملوا عملية اللوز بس لسه النوز لغاية دلوقتي او مناخيره مش مظبوطة. أمال بتقول انه الطفل 7 سنين وكل اسبوعين بيجيله دور برد. دورات البرد او دور البرد المتكررة يا دكتور واللي بيتقال عنها كلام كتير، دي أسبابها إيه وكل واحد فيهم يتعامل معاها إزاي؟ دي كتاب لوحدها. طبعا، لأن هي مشكلة إن بداية الألف ميل خطوة واحدة. صح، ممكن يعني، فعشان كده ديفنت كل عيلة وكل طفل ليه الكاركتر الماضي بتاع العيلة أو المنتشر فيه، فدي حاجة. لكن إحنا هنتكلم بصفة عامة. الحاجة العامة بتاعتنا أدوار البرد متكررة، أول حاجة الوقايه الصحيه العاديه، بلاش سيارات الهواء الثقيله، بلاش يكون مثلا من سخن البارد، اوكي، من بارد لسخن ساعات بيبقى اروح، لكن من سخن البارد على طول بيهيج الدنيا. يتنشف اول باول، بلاش اقعد في مكان اوفر كراودد زحمه قوي، ما بقاش قاعد مع ناس بتعطس وكحكح. فلما اعمل الوقايه الصحيه بتاعتي دي اول خطوه تغنيك عن المرحله اللي هكلمك عليها دلوقتي. ابتدي المرحله الثانيه، رشح برد خفيف، نبتدي نتكلم، نقلل الحاجات بتاعت الاحتقانات ونزود السوائل الدافيه. يعني انا في كومنت دايما بقوله، ما اعرفش يعني، انا بره مصر اول ما اقول لهم سوائل دافيه الناس كلها تفرح، جوه مصر اول ما اقول للام عايزه اديكي تشرب سوائل دافيه اكني بشتمها، ليه يا ستي؟ يا دكتور ما بيحبوهاش، ده العيال بتطلع عيني. قلت له معلش، ده نص العيال بيدوها لهم اصلا عشان الولاد يرضوا ياخدوها يا دكتور، بيدوها لهم في سرنجه. يعني دايما في كومنت بيست اكسبكتويشن از جود هايدريشن، فادي ادويه ليه وانا ممكن ادي سوائل؟ فلو حضرتك من الاول خالص ابتدينا بشياكه بشويش نعود اولادنا على الحاجات الدافيه، انا بحسن من فوق لتحت، بخلي الدنيا رطبه، الجسم يقدر يخلص بدل ما تبقى الافازات لزجه يتخلص منها، واول باول ديس فاين. جميل. الخطوه الثانيه ان احنا نتحكم في الحراره، لان الحراره كل ما بتعلى المناعه بتقل. الحاجه الثالثه طبعا قلل الاحتقانات العاديه. مستمره يبقى لازم استشاره الكونسلتنت المعالج على حسب الاستمرار الشكلي. ممكن جدا زي اي ثينك مدام هاله، هي شالت اللوز واللحميه، يبقى هو ده عنده سداد الحساسيه الانفيه، دي سكه تاني خالص. حساسيه انفيه بالظبط، لان هو رغم ان هو شال اللوز وشال اللحميه ومع ذلك لسه الاعراض موجوده. بالظبط، يعني ممكن عنده سداد. طبعا دي مع اساتذتنا في الانف والاذن احنا بنساعدهم شويه، بنبتدي ندي حاجات الوقايه العاديه، نبتدي بحاجات اللوكال. حساسيه الانفيه دي يا دكتور مختلفه عن حساسيه الصدر؟ لا طبعا. مختلفة تماما. تمام. يعني رغم ان هي تبان ابسط لكن للاسف ما بتخفش او طويله. حساسيه الصدر بالنسبه للاطفال في جزء كبير منها 60 70% من 4 6 سنين بيعدي. شفا. ال 20 30% من 7 سنين ل 12 سنه. بعد 12 سنه يمكن 5% اللي بتكمل. حساسيه الانفيه اخطر. لكن دي بقى انت يا مكوه خلاص بقى بتكمل بقى طول العمر، الاب والام ويجي البيبي بالمنظر ده، اقعد اضحك واقول خلاص رزق دكاتره الاطفال. يعني فهي طبعا بتكمل، لكن احنا نتفادى تغيرات الفصول. صحيح. نتفادى تغيرات الجو، التقلبات دي، الحاجات الزحمه مع الحاجات الدافيه. بعد كده نبتدي بقى نتكلم في الادويه اللي تقلل الاحتقان. بنبتدي ادويه تقلل الاحتقان اللي هي شورت اكتنج اللي هي قصيره، وفي لما الاقيها متكرره بضطر احطه على لونج اكتنج فترات طويله على الاقل من 3 اشهر وفيما فوق عشان يجي النتيجه. لكن هي ختاما يا دكتور كده، دورات البرد المتكرره دي ليه علاقه بالمناعه الخاصه بالطفل ولا ليه علاقه بالمجتمع المحيط اللي انا بحطه او بحط الطفل جواه، ولا ليه علاقه بتغذيته؟ يعني نفهم الناس كده دورات البرد المتكرره دي، انا فاهمه انها كتاب زي ما حضرتك قلت، ولكن خلينا نحط كده خطوات سريعه للحفاظ على الطفل من دورات البرد المتكرره. حضرتك بتدوس على دم كبير قوي لمصر كلها يا فندم. هي في دورات البرد المتكررة كل اللي حضرتك قلتيه كلهم. واحد، الرعاية الصحية المعتادة، نخلي بالنا من تناولات الفصول، النظافة، الحتت الزحمة، السوائل الدافية، التغذية المثالية اللي فيها مكونات الجسم الرئيسية المختلفة بدل ما ندي في كيماويات ونبوظ الكلى والكبد والحاجات دي، دي حاجة. بعد كده تقوية المناعة، نبتدي بقى تقوية المناعة برضه بالتغذية نمرة واحد. نمرة اتنين، نبتدي ندي الحاجات اللي هي لونج اكتنج. تمام. لو هي كتير قوي. انا بشكرك شكر جزيل دكتور استاذ دكتور مراد الفي، استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة والاطفال المبتسرين.